أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من البحر الميت البحر المالح. منواصل دراستنا من عظة المسيح الشهيرة عن موضوع أنتم ملح الأرض، واخترت أنه أجي على البحر الميت لأنه اسمه البحر المالح، وأكثر بحر في العالم أشد ملوحة هو البحر الميت. نسبة الملوحة أكثر من 33%، في أنواع أملاح كثيرة وطبعاً معادن كثيرة في هذا البحر. خليني أشارككم شيء شخصي. اليوم كان واحد من الأيام الصعبة جداً حتى نصور هذه اللقطة. أول شيء درجة الحرارة 45 درجة مئوية، شيء ثاني مع الهواء عم بزيد شدة الحرارة، فأنا حاسس كأنه في فرن. وعلى فكرة إيدي ووجهي كله محروق، نفس الشيء الفريق اللي معاي كله عم بيحترق. فأنا بشجعك إنك ما تروح، شجعنا، لأنه هاي الحلقة أخذت يوم كامل عشان نصور هاللقطة الصغيرة إنك أنت تستمتع فيها. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس. أحبائي، في أيام المسيح كل بيت عنده ملح وعنده نور. طبعاً في هذه القطعة الرب يسوع بيقول: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالملح والنور ضروريان، وطبعاً إذا فقدوا يفقد المسيح تأثيره على العالم. الملح ضروري جداً، طبعاً بيتوجد في كل بيت، والملح له استخدامات كثيرة. طبعاً أهم استخدام هو حفظ الطعام، لأنه قديماً ما كانش في الثلاجات، وكانوا إذا بيصطادوا السمك أو بيذبحوا الذبايح لازم يملحوا كل شيء حتى تثبت وحتى يحافظ على الطعام. شيء ثاني، الملح بيعطي طعم، بيعطي مذاق للطعام للأكل، وبيعطي شهية. الأكل من غير الملح بيكون حلو، مش طيب. فمشان هيك مهم جداً إنه الأكل يتبهر ويتملح. النبي أيوب قال: هل يؤكل المسيخ بلا ملح؟ يعني بكلمات أخرى اتملح الطعام. طبعاً واحدة من الاستخدامات المهمة جداً للملح كان يستخدم في الذبائح في شريعة اللاويين، في شريعة موسى، تطهير الذبائح وطبعاً إصلاح كل تقدمة وذبيحة للرب بالملح حتى تكون متكاملة لا تفسد، لأنه بيعطي صلاحية أو بتصلح الذبيحة. شيء آخر، الملح أحبائي في العهد القديم كان يسمى عهد ملح بحسب سفر العدد إصحاح 19. عهد الملح هو بكل بساطة دلالة على ثبوت هذا العهد. أي ملح بيتحط مثلاً في ماء أو في أكل في طعام، الملح ما بيروح، بيضل متخلل. مثل العهد بيتكلم عن ثبات العهد وعن قيمة هذا العهد، إنه عهد أبدي طبعاً بملح. وبتعرفوا العادات الشرقية لما بتتكلم مع واحد بتقول له: على فكرة في بناتنا عيش وملح، في خبز وملح. هذا كان جزء من العهد قديماً، واحدة من الأشياء اللي بيعملوها بالعهد قديماً. ثم أحبائي، الملح بيتميز بالنقاء لأنه شمس وماء، وطبعاً الملح يعني يثير العطش. وكثير مرات الملح قديماً بالتحديد في أيام الرومان كان يستخدم كعملة، كمعاش، يعني بيأخذ الأجار ملح. وهي الكلمة اللي أجت في الإنجليزي لما نقول كلمة سالري
أو من الكلمة الفرنسية سول اللي هي بتعني الملح، كان من زمان بيسموه الذهب الأبيض. اليوم إحنا بنسميه القاتل الأبيض، السكر والملح والطحين، الدقيق الأبيض، بس من زمان كان بيسموه الذهب الأبيض. اللي معاه ملح أو بيمتلك ملح يعني بيكون شخص معتبر، عنده قيمة وعنده طبعاً إمكانيات. شيء تاني أحبائي، المسيحي مسؤول عن حفظ الأخلاق والعدالة الاجتماعية في هذا العالم. يعني بكلمات مبسطة، المسيحي لازم يكون ضمير في هذا المجتمع. بدون المؤمنين، بدون الكنيسة، يفقد العالم طعمه. فالمؤمن بيعطي الطعم للعالم، والمؤمن بيعطي بركة لهذا العالم، والمؤمن هو مؤثر فعال إيجابي في هذا العالم. فطبعاً مهم جداً ندرك أهمية المؤمن كملح للأرض في هذا العالم. هذا الملح أحبائي بيعطي طعم، بيعطي مذاق، بيصلح التقدم الذبيحة، كان يستخدم كمعاش، وطبعاً له استخدامات كثيرة جداً. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير حتى أرتاح شوي من حرارة الشمس، برجع كمان شوي. When Jesus gives the saying, you are the salt of the world, he's actually making a play on words, first of all, in the original language, because salt in Aramaic is tevel, and the land or the earth is also tevel. So he says, you are the tevel of the tevel, which is very cute. But salt was so important in antiquity. This was a time when there was no refrigeration, and if you wanted to preserve meat, you needed salt to keep all of your meat from going bad. If you made a covenant with someone, you would eat salt with them. It was a very symbolic thing. It was a preservative. Today, salt is a preservative as well, and we know that everything cooked with salt tastes better. So Jesus is saying, your presence brings preservation. His followers, us, in society, should be something that preserves and helps to keep what is good. It's something that is a reflection of covenant with God and relationship with God. It's like something that is valuable, and it was costly. Salt was costly. If we're not creating peace, if we are not working with our neighbors for good, if we are not considerate of another, then we've lost our saltiness. Let's be an influence for good. Let us be something that brings life and preservation. قال يسوع أنتم ملح الأرض. أنا موجود عند بحر الميت، البحر المالح، أكثر بحر ملوحة في العالم مثل ما ذكرت. والسبب شدة الحرارة في هذا اليوم إنه إحنا تحت مستوى سطح البحر أكثر من 410 أو 20 متر تحت مستوى سطح البحر. إحنا كنا في طبرية، طبعاً عند بحيرة طبرية، هناك 212 متر تحت مستوى سطح البحر، لكن تستمر للجنوب للبحر المالح، البحر الميت، أكثر من 420 متر تحت مستوى سطح البحر. عشان أعطيكم فكرة، أنتوا بتشوفوا الحلقة ممنتجة يعني كاملة، لكن بهاي الفترة اللي أخذت فاصل قصير كاميرتين وقفوا بسبب الحرارة الشديدة، ما عادوش يعني فانكشن، ما عادش يقدروا يكملوا. عم نشتغل على كاميرا واحدة نكمل التصوير. أنا بشاركك عشان هيك خطوة بخطوة تعرفوا شو اللي منمر فيه حتى نقدم هذه الحلقات بالمواقع الكتابية، إنه بتأخذ إعداد وتعب كتير، 10 أضعاف من أي تصوير داخل الاستوديو، لكن بنعملها بفرح. وأنا بحب المواقع الكتابية وبحب الأراضي المقدسة،
وبالنسبة إلي يعني هذا شرف وامتياز إنه أكون في هذه المناطق. وعلى فكرة في نبوة من سفر حزقيال إنه في يوم من الأيام في آخر الأيام هذا البحر رح يتحول مياهه إلى حلوة، مياه حلوة، ورح يكون في صيادين بيتصيدوا على البحر الميت أو البحر المالح. شيء تاني، هذا اللي يسمى بحر الميت اليوم عندنا في البلاد بسموه بحر الحياة، لأنه معظم المعادن والكريمات وكل المستحضرات اللي بتجمل النساء والرجال مصنوعة في هذه المناطق. طبعاً هذه المناطق هي تعتبر حدود بين الأردن وبين فلسطين وبين إسرائيل، فالكل بيستفيد من هذا البحر، بحر المالح أو بحر الحياة خلينا نسميه، لأنه بيستفيدوا منه. المؤمن هو ملح للأرض، وطبعاً الملح لما بتحطه في المي بيدوب وبيتخلل كل نفس، كل شيء. هيك المؤمن بالمجتمع، المؤمن في المجتمع بيكون فعلاً بركة وبيكون ملح للأرض. لكن المشكلة مثل ما قال الرب يسوع المسيح، إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجاً ويداس من الناس. طبعاً المشكلة الكبيرة إذا فقد الملوحة. طبعاً بيحكولنا علمياً إنه الملح لا يفقد ملوحته، لأنه بالواقع هو كلوريد الصوديوم، لكن بيفقد الملوحة لأنه بيختلط في أملاح أخرى وفي معادن أخرى. فمثلاً البحر الميت مليء بالأملاح والمعادن الكثيرة، وكل نوع له خاصيته، حتى بيستخرجوا الطين اللي بيحطوه على الجسم حتى يشفى الجلد. لكن أحبائي، عادة هون بالمصانع بتشوف شوارع من الملح، ولا سيما حتى يوصلوا منتصف البحر. نشكر رب إن هاي السنة مطرت كتير، فشوي المي عليت في البحر الميت. لكن لما بتكون المي جافة بتشوف كأنك أنت في القطب الشمالي، كأنه شيء بيشبه الجليد، التلج يعني. وهذا هو الملح لما بينشف، لما بيتجفف. لكن لما بيختلط بالتراب وبيختلط بأمور أخرى، الملح بيفسد، ما فيك تحطه على الطعام. وهكذا أحبائي، إن فسد الملح، إذا تأثير المؤمن وشهادة المؤمن فسدت، طب شو ممكن نقدم لهذا العالم؟ إخوتي وأخواتي، يمكن من ناحية الملح بتطرأ بعض التغيرات الكيميائية فيتنجس، لكن أو إذا اختلط في التراب، يعني لو سافرنا أكثر لنهاية البحر الميت بتشوف شوارع من الملح بيستخدموها، حتى السيارات بتمشي عليها. لما بيختلط المسيحي مع العالم، الناس بتدوسه، بيفقد تأثيره وبيفقد ملوحته وبيفقد كل شيء، وحياته بتكون أصعب وأخطر. الشيء اللي بميز أحبائي، المي لما بتغسل بالمي وبتغلق المي، طبعاً بيفصل بين الملح والتراب. هكذا أحبائي، محتاجين إحنا فعلاً نكون في محضر الله، في كلمة الله، حتى نتنقى يومياً أمام الرب. أهلاً أعزائي المشاهدين، من البحر المالح، من البحر الميت، عاوز في الختام أقول شيء مهم لكل واحد بشاهدنا. المسيح في كل موضوع العزة على الجبل عم بيجعل الشريعة داخلية، بيوري النية من جوا والقلب الطاهر والصادق، وإيه هي الدوافع الحقيقية، الدوافع الصحيحة في حياة المؤمن. بعد التطويبات قال: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. وهذا مهم جداً حتى نكون مؤثرين في هذا العالم، شهادتنا حلوة للعالم، لأنه إذا إحنا نور بنعكس نور المسيح.
وإذا إحنا ملح لهذا الأرض منعطي الطعم والمذاق الصحيح للحياة المسيحية، لمبادئ أخلاقيات السماويات، ملكوت السماوات، ولا سيما في العزة على الجبل. بغض النظر أحباء الحرارة شديد اليوم، وبغض النظر الجسم المحروق، أنا عاوز أقول شيء مهم جداً حتى لو احترقت أكثر وأكثر. أنا موجود في هذا المكان عشان أقول لك إنه يسوع بحبك، وإن يسوع فعلاً عاوز يتلامس مع حياتك، وعاوز يكون في علاقة معك. المسيح عاوزك للحياة الأبدية، وإذا أنت كنت مؤمن ما تعيش حياة اللامبالاة، حياة السطحية، وإلا تداس وبتختلط في هذا العالم وبتروح وبتدوب. لكن كون نور لهذا العالم وكون ملح لهذا الأرض، وخلي تأثيرك وشهادتك واضحة لامعة أمام الجميع. من بحر الميت، من البحر المالح، بصلي إن الرب يباركه. إلى اللقاء.